هم أمس شهدت النجف أحداث اشتباكات بين المتظاهرين الذين يحاولون الدخول إلى المرقد، لكن حراس هذا المرقد لا يسمحون للمتظاهرين بالدخول. نعم هناك مبادرات. لماذا يريدون الدخول فيما يتعلق بموضوع بقضية المعتقلين الذين يقولون المتظاهرين بأنهم داخل المرقد؟ نعم 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 زميلتي، المتظاهرون يقولون أن هناك عدد من المتظاهرين معتقلين داخل المرقد، لكن حراس المرقد والمسؤولين عن المرقد نفوا ذلك، إضافة إلى لم تصرح أي جهة حكومية أو أي جهة رسمية بأن هناك معتقلين داخل المرقد. الكثير من المبادرات لا سيما مبادرة شيوخ العشائر يوم أمس عندما وصلوا إلى المرقد، هناك بعض المتظاهرين من دعوا الشيوخ العشائر لدعمهم بالسلاح للدخول إلى المرقد وإخراج حراس المرقد. طيب واليوم كيف هي الأوضاع التي تشهدها المحافظة اليوم، خاصة على ضوء التصريحات أو الجدل على الأقل فيما يتعلق بموضوع إعلان حالة الطوارئ القصوى في المحافظة؟ نعم عزيزتي، لا توجد حالة طوارئ قصوى، هناك إنذار لكل الأجهزة الأمنية وكل القطاعات العسكرية منذ يوم التظاهر، إضافة إلى ذلك هناك هدوء نسبي. بعض العشائر الكريمة النجفية تدخلت مع حراسي المرقد ومسؤولي المرقد ووضعوا هدنة لمدة 24 ساعة. الآن القوات الأمنية تفرض طوق بين المتظاهرين وبين المكان. بعد قليل سوف يعقد مؤتمر صحفي لعشائر النجف لحل فتيل الأزمة. هذا مناط طبعا هذه الهدنة مناطة بعدم تدخل المتظاهرين والوصول إلى المرقد، فيما سوف يردون سوف يردون حراس المرقد على المتظاهرين الذين يحاولون الدخول مرة أخرى. حسب المعطيات الآن المحافظة تشهد هدوء تام، المشهد ضبابي، لا توجد حلول في الأفق يا عزيزتي. ننتظر ما سوف تقول إليه مؤتمر النجف لشيوخ العشائر وماذا سيضعون من حلول بينهم وبين المتظاهرين وكذلك حراس المرقد ومسؤولي المرقد.